تقول لا بديل لرئيس مجلس الوزراء وهو رجل المرحلة وضرورة من ضرورات المرحلة. هذه المسميات وهذه المفاهيم قد ولت في ظل النظام الديمقراطي التعدد. هنالك شخصيات كبيرة داخل التحالف الوطني، سواء في داخل التحالف أو ينتمون أيديولوجيا وعقائديا للتحالف الوطني للقيادة، لكن الأمر الآن لم يصل إلى مرحلة تحديد من هو رئيس مجلس الوزراء. إذا كانت هنالك موافقة وإيجاب رد إيجابي على كل البنود التسعة، وحتى في حال عدم الموافقة على هذه البنود التسعة فإن الأمر سيطرح في التحالف الوطني لكونه الكتلة الأكبر، ومن ثم إذا لم نأتي بثمار من هذا الاجتماع سنتجه إلى سحب الثقة بعد اجتماع أيضا يجتمع القادة الخامس.